الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسول النبي الحبيب الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومؤمنا من الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وقيل، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ على يوم الدين، وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله اجمعين. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم، وما صلينا على نبي صلى الله عليه وسلم، وما علينا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجد هادية وسلة ورحمة نازلة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة وكل أرواح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجاهدين في سبيل الله. ثم إلى أرواح كافة مشائخنا وأستاذنا جميع الأولياء لله تعالى والعلماء الصالحين العابدين زاهدنا في أهل السلسلة كلهم أجمعين. ثم إلى أرواح كتب الربان والعارفين صمدان غوث الأعظم وإلى صالح سيد شيخ إمام أبو عبد الله محمد بن يوسف سنوسي قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح كتب الأقطاب غوث الأعظم سلطان أولياء سيد الشيخ مخي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح سلطان يمني سيد أحمد كبير رفاعي ما شك الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا قدم الربان والعارفي صمدان غوث الأعظم سلطان يمني سيد أحمد بن أموال قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا قدم الربان والعارفي صمدان غوث الأعظم آدمي سيد محمد دروش قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا قدم الربان والعارفي صمدان غوث الأعظم وإلى صالح سيد شيخ إسماعيل جلبيتي قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح سلطان سيد شيخ محمد بن علي قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح سلطان سيد شيخ عطاء قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح فاتي عبد المالك وإلى روح إمام عبد الله ابن قاضي عبد السلام. ثم إلى أرواح روحهم وأسودهم ووالدهم حصاة وأموات المسلمين أمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير وجعل واقف أمورنا بالخير بيدنا الخير والعافية إنك على كل شيء قدير. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بفضلك لا وفيا سبحانك اللهم وتحياتك يا سلام والآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
Thank you.